تتجدد أخرى. العالم اليوم. أرحب مجددا بجميع المشاهدين مباشرة من بيروت. تواجه صناعة الفخار كغير من الصناعات التقليدية التراثية خطر الانقراض والزوال في لبنان. معظم المعامل والمشاغل في هذه المهنة أقفلت أبوابها في منتصف القرن الماضي، وهذا التراجع استمر بشكل كبير حتى العام 2000 بعد توجه معظم المواطنين خصوصا جيل الشباب إلى المهن الحديثة وارتفاع أيضا نسبة المنافسة الخارجية للمنتوجات المحلية. عن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي للزميلة ساندرا سعد. صناعة الفخار في لبنان حرفة معرضة للانقراض، وفيما كانت مزدهرة في الخمسينات أصبحت اليوم في تراجع بسبب ارتفاع التكلفة والاستيراد من البلدان الأخرى. صار لي بصناعة الفخار من 1987، تعلمت عن المرحوم بيي، أخذت عنه المهنة أيام مرضه آخر أيام حياته وتعلمت بال 87 بلشت أشتغل لحسابي. المهنة بهيدي المنطقة قديمة كتير. ليش بهي المنطقة بالذات؟ هاي المنطقة كتير غنية بتراب الفخار. الداركوشي جسر القاضي بشتفين، كتير غنية بالترابي، والترابي من أصلح أنواع التربة اللي موجودة بلبنان كله. ومن زمان ما كان في وسائل نقل مثل اليوم، كاميونات وغيره. كانوا يجيبون على بده يكونوا محل قريب كتير من المقلع. بالتالي هيدي المنطقة انتشر فيها الفخار من جسر القاضي لبشتفين. كانوا حوالي 60 أو 70 فخورة بحسب ما بيخبرونا بالخمسينيات. كلفة الصناعة صارت عالية، كلفة الحياة صارت عالية، بطلت هيدي المهنة تكفي للمداخيل مثل ما كانت تكفي أيام زمان. صار كل شيء غالي، تضخم أكلنا، صار المشروع مكلف علينا، ما بين سعر فرن وما بين سعر مولد كهرباء، شغله مكلفه كثير، بنضطر نستعمل الافران البدائيه اللي نحن بنصنعها لحتى نشتغل. بالتالي هيدي الافران بتعطي نتيجه، مش انه ما بتعطي نتيجه، بس ما بتعطينا البيرفكت. تؤخذ التربه من الارض وتخضع للتجارب وتجهز كي تصبح ماده صالحه للعمل، وثم تصنع يدويا وتدخل الى الفرن لتصبح قابله للبيع. نحن بنعمل اختبار، إذا فيها كلسة ترابة بس تتعرض للحرارة بدها تطق، بس لما نحطه على الغاز إذا بنعطي نار خفيفة بالأول لتحمل فخارة بنرجع بنرفع الحرارة ما في مشكلة، بس مرة واحدة أحيانا بطق. العبرة وين؟ إنه اللي عم يشوف قد ايه بينبسط وقد ايه بيشوف الشغلة حلوة، اللي عم يشتغلها بيستمتع فيها أكثر. لم تعد حرفة الفخار تكفي خالد لإعالة عائلته، فهو يعتمد أيضا على ما تنتج له أرضه من مزروعات. ساندرا سعد لبرنامج اليوم على الحرة، بيروت. وهناك طلب دائم من قبل أصحاب هذه المهن الحرفية إلى الدولة بدعم المنتوجات التقليدية وحماية الأسواق الداخلية من المنافسة الخارجية. مشاهدينا لاحقا نتعرف على موهبة فكرية فريدة من نوعها، طالب أمريكي يتقن أكثر من 20 لغة من بين العربية.